تضم مجموعة السبع أكبر سبع اقتصادات متقدمة في العالم. الأعضاء المؤسسون هم الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا واليابان. تهدف المجموعة إلى مناقشة وتنسيق السياسات الاقتصادية بين هذه الدول لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي العالمي. ومنذ نشأتها ركزت مجموعة السبع على معالجة القضايا الاقتصادية العالمية مثل التضخم، البطالة، التجارة الدولية والتنمية المستدامة. تتناول المجموعة قضايا أخرى تشمل الأمن الدولي، التغير المناخي ومؤخراً التحولات الرقمية والتكنولوجية. تجتمع الدول الأعضاء سنوياً لمناقشة هذه القضايا ووضع سياسات مشتركة. لقد واجهت مجموعة السبع العديد من التحديات منذ تأسيسها، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية العالمية، التوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية. ومع ذلك حققت المجموعة نجاحات بارزة مثل إدارة الأزمة المالية العالمية في 2008 والتعاون في مكافحة التغير المناخي من خلال اتفاقية باريس 2015 وتعزيز التجارة الحرة والنمو الاقتصادي المستدام. وفي السنوات الأخيرة شهدت مجموعة السبع تغيرات في الديناميكيات العالمية مع صعود اقتصادات جديدة وتأثير الأزمات الصحية مثل جائحة كوفيد-19، ولكن ما زالت المجموعة تواصل التأقلم مع هذه التغيرات من خلال تعزيز التعاون الدولي والتركيز على القضايا الناشئة مثل الصحة العالمية، التحول الرقمي والاستدامة البيئية.